بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في حديثنا عن الوحي، وفي هذا اليوم نتكلم عن نوع آخر من أنواع الوحي المبارك، وهذا الوحي يأتي عن طريق الرؤيا الصادقة، وهذا للأنبياء والمرسلين، فكل ما يرون في منامهم فهو حق، وذلك لأنه من الله سبحانه وتعالى، وهو رسالة إليهم إذا كان أمراً أو نهيا. والقرآن الكريم يحدثنا حديثاً صريحاً في هذا الأمر، فنرى من قبل، نرى سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام عندما أراه الله سبحانه وتعالى في منامه أن يذبح ولده، فيقول جل شأنه في هذا: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفعلا قام سيدنا إبراهيم عليه السلام لينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك وحيا إليه لا يتردد فيه ولا يمكن أن يتأخر عنه مهما كانت الأسباب. وهكذا ننتقل إلى رؤيا أخرى أراها الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي وحي أيضا وأمر من الله جل شأنه. لقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وطاف وسعى وحلق، ثم قصر أصحابه أو حلقوا، فأراد أن يحقق ذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وجاء في سورة الفتح ما يذكرنا بذلك: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وإذا انتهينا من أمر الرؤيا فلنرجع إلى حديثنا الأصيل الذي نتكلم فيه عن الوحي الذي اختص الله به سبحانه وتعالى نبيه في شأن القرآن الكريم. كان الوحي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حالتين: الحالة الأولى كان يأتي في الصورة البشرية، وكان أغلب نزوله في هذه الحالة يتشبه بصورة صحابي جليل، وهو سيدنا دحية الكلبي، فقد كان وجيها رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كانت آنس للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي قد انتقل إلى الصورة البشرية التي توافق بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. وتروي السنة المطهرة كيف جاء الوحي بالآيات الأولى في غار حراء، وكان اللقاء الأول بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام وحيا من عند الله سبحانه وتعالى، وكان جبريل عليه السلام على الهيئة البشرية. ثانيا، كان يأتي بالحالة الروحانية، والحالة الروحانية هي خاصة بسيدنا جبريل، فهو مخلوق من نور، ويمكن له أن يتحول إلى الصورة البشرية أو إلى أي صورة أخرى جميلة، ولكن في الحالة هذه يأتي بصورته الطبيعية حتى يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم على حالة روحانية من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وهنا تتفق الحالتان في الحالة البشرية وفي الحالة الروحانية، وكانت هذه شديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بلا شك تقتضي روحانية خاصة تتناسب مع روحانية جبريل عليه السلام.
وكان سيدنا جبريل عليه السلام يأتي في هذه الحالة مثل صلصلة الجرس، وهذا هو حفيف الملائكة، صوت ينتبه له النبي صلى الله عليه وسلم ويتهيأ له بكل قواه الروحية مستعدا لتلقي الوحي، وبذلك يتمكن من الحفظ والفهم. وفي ذلك، أي في شأن الحالتين، تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وكان صلى الله عليه وسلم تعتريه حالة شديدة، فيثقل جسمه ويتفصد عرقا من جبينه، فتقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. ومما يذكر أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة. كان ينزل عليه في حجرته الشريفة مع زوجه ومع أهله تارة، وتارة ينزل عليه في الطريق، وتارة ينزل عليه وهو راكب ناقته، وتارة ينزل عليه وهو مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وفي مرة كان معه سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت، فنزل الوحي فثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت حتى كاد أن يميد في الأرض، وهذا من شدة الوحي ومن ثقله على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أحوال الوحي التي كان يتلقاها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.